مفيش احسن من قصص الحب على فكره. اكيد طبعا احلى حاجه في الدنيا خصوصا لما بتستمر يبقى انسان يعني تحس ان انت راجل بجد ومعاك ست حقيقيه بجد وبتكملوا بعض. بص هي دي نعمه من النعم اللي ربنا بيديها لك في الحياه. في ناس كتير ما عندهاش النعمه دي، زي يعني دايما كل واحد بيشوف النعمه اللي في ايد غيره مش شايف النعمه اللي في ايده. لو ركزت في النعمه اللي في ايدك هتلاقي ربنا مديك صحه، مديك ستر، مديك زوجه صالحه، مديك اولاد عسل، يعني كل حاجه. انت عندك اولاد؟ انا معايا دلوقتي عمر 3 سنين. ما شاء الله ربنا يخليه لك. ربنا يخليه لكم يا رب. شاي كده واحنا قاعده الحلوه دي. ماشي يا سلام. شويه شاي ايوه مع اللوتس. بس وقت كلها ومش هتقدر. انتوا قلقانين مني صح؟ انا من نفسي برضو. استنى اقربها لك احسن. ايوه عشان عارف. بس كفايه بس وسخن نار. الحمد لله. اوعى تحرق اختك بقى. ربنا يستر يا حبيبتي. ربنا يستر. اهو شاطره والله العظيم. شفتوا بقى يلا حاسه ان انا زي ما اكون ايه متقدم لي عريس. عارفه انت القعده دي. برافو عليك والله العظيم. الحمد لله كملت على خير. طب ايه بقى سكر بالمره بقى وانا افضل؟ انا معلقه. معلقه. ايوه تسلم ايدك. جميل. انا وانت طبعا من غير سكر عارفين. لا بكتر خالص. شاطرين والله خالص. طب انا عايز اسالك على حاجه بقى. يعني مين بقى اللي بتخليه يدخل في حياتك من ناحيه اختياراتك؟ بيشاركك اختياراتك في الشغل يعني وكده؟ كل حياتك عامه؟ لا في حياتي الشخصيه ما فيش حد طبعا هيساعدني غير مراتي هي اللي معايا. فاحنا على طول بنخطط سوا. يعني اصل ده بلان احنا الاثنين عايشينه مع بعض. الله. فاحنا الاثنين اللي بنحط هنعمل ايه دلوقتي، هنعمل ايه السنه الجايه، هنعمل ايه السنه اللي بعديها، الحاجات دي كلها. انما على الشغل اختياراتي يعني انا بحب اذاكر الادوار قوي. طب معلش قطعتك في حته بس يعني صحابك اللي معاك في مسرح مصر برضه بيساعدوك في الادوار واختيار الادوار والحاجات دي؟ بتعرض على صحابك؟ هقول لك انا بحب اعرض يعني واخد راي الناس اللي معايا في الحدوته دي. يعني انا مثلا مرض عليها مسلسل مثلا مسلسل هوجن. أوكي. كان معايا محمد امام وكان معايا كريم محمود عبد العزيز. هم اللي معايا في الحدوته فباخد رايهم. هم ممكن ما يكونوش هم اعرفهم من زمان زي صحابي التانيين بس هم اللي عايشين معايا الحدوته بتاعه المسلسل. لما اجي اقترح حاجه فهم عايشين معايا في تفاصيل القصه كلها. غير اما اكلم حد مثلا ربيع اخويا جدا بس اكلمه واحكي له المسلسل كله واحكي له الادوار الناس واحكي له دوري. كتير يعني كتير ان حد يقعد يسمع الحاجات دي كلها. طب لو هتعيد دور بتحبه يعني سواء دور اتعمل في سينما او مسرح دراما هتختار تعيد دور ايه وليه بقى؟ اكتر دور بحبه مثلا في مسلسل اتنين في الصندوق. ده انا بموت في المسلسل. انا بحب شخصيه زيكا. يعني من الشخصيات اللي انا بحبها. ولو هنعيد حاجه هعيد الدور دوت. ده تحفه. ده انا بحبه جدا. بصوا كل حاجه بتعملها حلوه بجد. الله عليك. مبهج كده فعلا. الحمد لله.